الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله: فصل في أحكام الرضاع. فصل كان واحد كسب سيئة هي أحكام تا نوغمدة. الرضاع بكسر الراء، الراء الله أصدق قبل آخرين كراي وفتحها الرضاع. رضع يا لرهدا يرضع بالفتح وبالعكس كذلك. هل كان نوح الرضاع اللغة شيدا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص؟ وصول لبن آدمية وروح دمارة وبني آدم ومخصوصة قارة عانيه دون القاران لجوف آدمين قف بني آدم على وشي ومخصوص يستقون القارة والشروط قارة له على وجه المخصوص قارة شريعة يكتب تكون لغان القاران وقفك على وشي سين القاران عانق قبر بني آدم oo seen arki doono shuruud gaar ah gabadhaasi oo marka hooyadii aan ahayn ahkaamta ka dhalanaysa ayuu baabkan ku saabsan yahay. caanaha waxaa la mid ah wixii caanaha ka dhasha subag haddii caaneheeda laga saaro caaneheedu hadday ciir noqdaan oo la dhanaaniyo haddii aqid ay noqdaano caano fadhi laga dhigo waxoo dhammi waa isku mid shardi maaha inay caanihii dhayda ahaa yihiin. waidaa ardacat hadday nuujisa buu ihi almaraatu gabadhii bilabaniya caanaheeda ay ku nuujisa waladan ilmo inan iyo inankuu doonayaba ha noqdee saara wuxuu noqonayaa arradiicu kaa gabadhaasi ay nuujisay aan hooyadii ahayni ولدها المهدي بن قنية انه جنتاسي اي هويه او نقرسا بشرطين لبا شرطي مركا لهلو احدهما لبا شرطي متكود وحا وهي ان يكون وان هو هذا اسغناده له ولد كاس دون الحولين اي سن دا دا سو دون الحولين لبا سنودات كير وسن الرضاع واختي نوغمده يجقست وين كجرو. والثاني شرط قال بعدنا أن ترضع وإن نوجس خمس رضعات شن نجم ومتفرقات وكلا تكسن كلا جوان كو لا بصدع أفر شن لكلا أورن كره ويوحى القنت المامي مؤلف رحمه الله تعالى أركان الرضاع عن الرضاع الله يقانا أحكامته أكد الله نساء أركان بولي تيرا تيرا كوبدوا مرضع ونوجسه وكايد وإذا أرضعت المرأة وقبرنا وحنو جريس تيرك لباد نوى الرضيع وكوحشق يل نوشين يو ولد كاو شاقي باللبانيها ولدا وكايد تيرك صدحادنا واللبن يو عانه وكايد باللبانيها صدح دي تير الرضاعة أحكامته أي كذا لنا يسأل الله بوحي كتيران جملة وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا وقبلني وحن وشينا يسي المه لن وشينا يعاني لقن وشيني صدح هذا الضوامد ولي بوحي لا يهي شروط صدح هذا وحا وقوه الرياء المرضع نوشي سدا نوشي سدا وحا شرد وكونها امرأة وأنا روح دو مرطي وهذين نوعان يشو وعانيه سائل ما يري وشقاء ما وعبه ده أم من الرضاع نقر ماي. لهذا بوري وإذا أرضعت المرأة سيدا سوكل النافق حولها هذين الما يري وشقاء ما عانيه سلول لسول السيو واللقوبة كوريبة ده نافق حولها أحكامي كدال الميسو أحكامة الرضاع وكدال الميسو كانوا روح دمر يا هوي
شرطيقة لابد وكون وحي وإن النور شيء هذه هي ديمتة ويضو ديمتة مركا عانا لغاليسو أما إلمير وشاقو يدو ميدة أحكامتو كدلان ميسو وهي مر هذه هي ديمتة نفتو أي كبحضي أحكامتي ويكالا قوان الميتة منفكة من الحل والحرمة وقف ميدة وحباه حلالية وحباه كحاران الأوران مايو وحن نغضي كالبهيمة سينافك حولها الذي لا يتعلق به حل ولا حرمة سيدا شافعية قبل لكن صدح هذا إمامك لوي خلاف سين إمام مالك أحمد يا أبو حنيفة وحيلين إنا النور شاهي شرد ما شرد وحوى يعاني هذه المهن مع عبي علوش يسمى قارين ها خلاص احكامتو ويكدلاني سو يدو لما طيبه دادت كي كهاري عرورت هذه ولا علي نقونا يعني المهاس يدو ميد عاني هذه عبي من كيدي آبو نقونا وهكذا شرد صدح هذا مرد عادة لقربة نوچسدوا كونها محتملة للولادة وأين يتمد واحد على كرته؟ وتعلمان وش سعادة يرتها يا سجال شرب أي كيرتها؟ الروح دوم راس سجال شرب كير حمد على كرته؟ ويعانى يالته؟ وعلم يري عانها سئون نوجو أحكامتك على الميس؟ لكن ده سجال شرب قاردو يعني قان قاردم به يوحى كسر رياضة عانى يالته؟ وعلم يري عانها سئون شقاء أحكامتو ويكا دلانيسم شرد ماها إنه حاصل هذا هي قبل دلمان وجس إنه هذا الشيء وعانوها يكون مادين ولاده شرد ماها إذا بكري حتى من اللي بقور سنة دي عانا يالته ووحد عكره وعانها سئل ما يكون وجسه هو يدي حق النقمة دي نغانس أبانا ما الله هاي الماس حق النقمة ده ليس له أب من الرضاع ولا اسكوها الحلالين كراه وحلو قوران كراه ولد له أم من الرضاعة وليس له أب من الرضاعة المالي هو يحق النقمة أبا حق النقمة الله هين إنا نان رهربا الله هين بانو جسي أما قبران رهربا الله هين نمبا الله هين روكم كلابات صومينا نوران واللبن سلام وعانا عانو هدبا شروط بين ليهين ورت الشرد ما سيدا الناس كجس إنه ناس كافك ولتها كشرد ما سيدا الناس كجس وبحين يهين الشرد ما هذا دون أي بدلان هذا نانان حقن ثمان هلا كريو وحلمه استعماله علوش السجاري هنقد الصبح عنا على قصاري ده تنا علمي للسيء أقط عنا فردي زبدة واسكمد ونجي نري لبن امرأة أو ما حصل منه قبل عانه هذه يوحي عانها كصبح عانها سكدرش دي علوش سجاران حكمت الرضاعة كده لنس وهي هي شروطي وحكم إذا أما أركانت الرضاعة وحكم إذا الرضيع كوحتقية كاسمرك الشروط بلي هي وأنه نقضى دون الحولين لوصى النضاط وأنه كير ياهي هذا لوصى النضاط رمادين وليجيب أهل النوتي أحكامي كبال الميسو لوصى النضاط بش الله ترينيه ولا رضاع إلا ما كان في الحولين بولي نبيه عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي كان قبل الفطام تا الناس كلا قد دينه وقت جي النجمة دانو نافن وينو الرضاعة سنعي وينو النول يهي مركع عناس علوش سجاريان ويسقون دنتي الماء يردي له قلامية وأحكامي كذا لرميسو رضاعات كوين الشن هذان وبرجي ورتبهم بيه أنكر إنس حديث كعائشة الصغن كان فيما أنزل فيما أنزل الله تعالى من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا قرآن كلا سودة تيو حكوتير كرتاي طبعا نجمة وحارنتمانية قالت
ثم نسخنا بخمس معلومات طبعا كوالا نسخهم حالو بدلي شان معلومة فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن رسول كوحو دنتي وكم إذا قرآن كالآخر والصحابة قار كود بيضو نسخ وليان يعني وقارب وأي مودة ينطبنك إلا أننا نسخين أي رسول كود دنتي وآخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بأهرين تنياحي شوين هذا شان توين نقضان متفرقات إنه كلا تكسينيهين وكو إيلا باقي كلايهين وحالا لن نقونا يا عرفك وكهدي دي مدى يودحيسي وما أنتي مر نوچيسي برهين مر سا دنبان مر سا كون مر تكسي دنبايسان مر وشان صوما كلا تكسي أسوا خمس الرضعات بلا إشكال مردو فصل كثير ودحي ودل دير مرد يودحيسي وحالا ميدا هذه مال قرآن تنوتش سواء كجويس سواء كجتوتش وهذا لا يقوع عليه وهذا لا يكجويس وهذا لا يقوع عليه تفرق تانا وكو حاصل يا هذو يسقوا يسكجتش يستا علمي يرى وانتو تشقي أي واحد كلا يسكج مشقولة كسواء هذا نديب وقول نقول الله بيكلا نقول يا ومتفرقات لكن مرك الناس اللي جو رجينا ككل لو رجينا يلا ما ورني وكل لبا وردع واحدون أما أفك هدو كير الصارخ قفكو ودواقع أما سنقروا مقلاي وكله يتنادن مركبه وكعليه لبا كلا نقول ماين أما بس وكير عبوره وكن يفقه بتوبه كسواف كير الصارخ أما والله غير الصارخ سو كعليه مركبه لبا كلا نقول ماين هدي لغا شكيو ما خمس الرضاعات بو نوغي مسكير وحكم لغو دسمايو شنت وين النقدان شن الله بو وين النقدان واضح تاسو اركانتي شروط اي لهيت واذا ارضعت الدين وتسال مراته غبدي بلبن عانيه هدي كنو تشس ولدا علمو صار وحو نقون يا الرضيع كا تشقاي ولدها إلمه يجب أن نقول يا هوي وقول نقول سنو تنتهز بشرطين لا بشرط مرك الله له أحدهما متكود وحوي أن يكون له إلمه أن يقصق نادان أن يكون إنه هذا له إلمه يقصق نادو سن داء تاسو دون الحولين أما عمري قاسو دون الحولين لا بس نادو تكير وأنا لا بس نادو دمان وثاني شرط قال بدان ترضع وإن إنه تيسون خمس رضاعات شن نجمة متفرقات كلا تكسر ها مركما أحكام تلوقت دلية عن هيد وحي شبهان يعني بي ترنك أي شبهان سبيا ترنك النصب وقدرشو أي عانها نوحك دلنا يا وح نصب كي شبه ويقيب قف كان كم إذا عن ذي ذي بعبيه أي تركيس وكوكري سيدا وحويان دعانكي هو يدي باللغة أبوري دعانكي هو يدي أبي باللغة أبوري مركا أحكام باك دلان إيسا وحلو يقان الرضاعة أحكام تك دلان إيسا وحكام إذا تحريم النكاح ابتداء والدوام مركا تاسو كبلا بوحيين ويصيروا الكار التاسلا صعدت وحو نقون يا زوج وانين كيدنا ابن ابو نقون يا له المها هذه قبل نين لا تحي نين كيدنا ابو الماء نقون يا ابو من الرضاع بالغ وابي حق النقمده وي وانا سكسررتي حديثه وعائشه رضي الله عنها يد النبي كما قال يا وحا يمي نين لو ران جري ابو القعيس ولالكي مرك الحجاب كله سودة شيء كده. مرك واحد تيجي كويت مما يمسه قال لي كرتيد قريه. إلا رسول كيلا يعني إذا ويدي سنيو. هذا إركاب أنا هاي. ولال كيبا حق الرضاعة بك وواي. ومحرم بان كواي قفر. كسيتري. فإن أخا أبو القعيس ليس هو أرضعني.
وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس أني قد دول الكائم نوتشي بيتي حاس كيسا نوتشي سيو تا هو يغوا رسول عمر كو سو غلبه او شيكتي واتريا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني نينكو انيغا ايمو نوجينا غبدا اينوجيس وانما ارضعتني امراته قال عليه الصلاه والسلام اذن له رسولك خرد افصح فانه عمك واذيرك تريبت يمينك ومحو اذير او نوقدي ولالك حاسكي سانوجيس مركا ولالك ابو نوقدي صوما الى هدان ولالك ابو الرضاع او نوقون سنة أدير وقومو نقدانه راتاس محيط تصير إسا قبردي إلماها النوتي ساي ننكيدو إنو أبوه من الرضاع نقنية أبيه حق النقمة ولالكين محيو نقنية إلماها أدير أبيهين محيو نقنية أوو وهكذا. ولهذا وحر عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نوغمدا اوغد واحد حارنتي ميسن وحن نسب كاوغي وحارنتي موبا. وبخاري ومسلم بحديث كوري وفي مسلم ان الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده ناس ودا تشق وحو حارنتي ميا وحي ودا دلا ولدا ودا دلاشدو حارنتي ميسن يحرم من الرضاعه ما يحرم من الولاده وحر ويحرم وحا حارانا على المرضع كل نوتي وحا حارانك التزويج قور يعني كاح إلى من عد قور صدا من لو قور يناسبها ينتسب إليها قبل دا عد كستوك وابتر ستا من قور سنكر سوهو يدي ماي نغن عد كستوك قبل دا كوابتر ستا يدا قشنا هوس بهاو دا دعاني حرام بيك نغنيا أما هو قوابتر صدا نصب saaruurtay ay dhashay iyo caruurteedu ku way si dhaleen hoos u si dhaadac ama ugu abtirsadaan radaa oo kuwa kale ay nuujisay haday jiraan kuwa dhashay un bay la mid noqonayaan oo ilmaha walaalay noqonayaan ay nuujisay xaaraan bay ka noqonayaan marka waxa udub dhaxaad u ah qadiyada ku saabsan taxriimka ilmaha wax chaqayo gabadha nuujisi ya hukum ka soo galayo kale waxa soo galaya ilmaha cida ka farcanta iyo gabadha nuujisa cida ka farcanta labadaasina way soo galayaan waliyada wuxuu way xurmo waxa xaaran calaaha iyo waxa xaaranka atazwiju guurin ila murdaci ka nuujisay loo guuriyo de hooyaba uu noqotay sooma ومهاتكم اللاتي أرضعنكم وولده إلمه سين لو غوريا با حارانكا هوس باو دادعه ويسغي هويه او تاي سوما إلما إسغو دلانا مخاي نوقونسا اييه او نوقونسا الى ان كيدي با دلاي حق الرضاعه مركا لا يغي دون من مد حاران نوقون مايو كان في درجه إسغا لا درجه سلام ولا عليه سكلان النوتشين قبضه ميو حسين حبي سما سغه هويه او تاي ما دام اي نوتشي لكن ولالكي سكلان النوتشين قبضه حبي سما ولالكي بغورسن كره هويه دي ولالكي غورسدي بودن كره يعني هويه دي ما حق النصب كي هويه دي حق رضاعه حق النوغمده نيما مالين دوي خيغودي ابتغي روما ابتغي روما بودي ايو حبارير تاي روما ايا اسقبا ابتغي روما ايو حبارير تاي روما انا ايو وحبي سما لكن اساقا لابدا با هو يدي بي وضع دشان وميدنا حق هو يكو ولاليين منا حق ابو مركا ايو وحبي سما لكن إساقا من نوع هبريرتي الروما وهو يدي بي والالطا من نوع ابتقي الروما وهو يدي بي والالي وانا نيني حاسك طيب دون من متكحر انتم ما يكان هذا في درجتي والالي سكالي يقبان دا إساقا نوشي سوحبه سماه
دانو دين السبي سكينين رضاع وحبي سقما أو على مك كسر ريا طبقة حق الطبقة منه يسا كسر ريا ويسا أبيه مجورسنا كرجع بدأ نوتشي ها أبيه محيسين سقوم به هو يوطى أبيه حبي سقما أدرك أبيه مجورسنا كرجع بدأ أمه من الرضاع أدرك مجورسنا كر أوجي مجورسنا كر مركا على طبقة منه حسوق لي أبيه أدير ردي يا أو ياشي وحده بس سوق لي كوحي سقما هذا وسيدي دبر رضاع يا وحسوق النقطة المها لنوتشي يا جبد النوتشي يا لبدو عدي كفر عنده يا جبد النوتشي من كده يا عدة كفر عنده واضح ما حتى داني يده هو يوهين والمكة لو واحد شرق جبد كلا وتنوتشي أنا هيني أي نك أقول شيء ده ولا لا نخون يعني إلا أبيه بعد لا كي أبا حق الرضاع وقاه لكن ذاتك كلا الشقية وان كل هاي سو كوا بالله صعود ولا الله دي كله كوا كسر رجع أبيه أدي الردي أو ياشي كوا شغلكم الله ومسو جليان هل كان الدبوح ينوي شعري أما وينوت المامي أحكام الرضاعة كذا لنا استمد كمدة وما حقيقة تحريم النكاح وقبل ده مجبور سنكره نوتشي وكذلك قبل ده عدة كوا بترستنا مجبور سنكره هصبا ودارعانه iyadana ma guursan karaan isagu ma guursan karo cidaysa ka farcantaana ma guursan karaan ka xukunka kowaad ka dhalanaya oo tahriimu nikaah ibtidaan wa dawaman oo gabad ma bilaabi karo guurkeeda ah ummu min arda' ama ukhtu min arda' ama arda' wa abti ugu yahay ama waadeer ugu yahay ama hoos dhaadhic hadii ay dhacdo markii hore aanay ogeyna قول كاسي مسي سعون كرو لا مسي دايبي كرو وحكى الله أحكامتك كميدان وكتابك ينوش يقين جواس النظر سيدي محرم كيو كلاو نقوان يساهو يديو كلاو يدو بلا حجاب ايقي كرا هبليها الرضاعة كوا لعلاها ينساسو كلا كوا ابتقى وقوا الرضاعة كوا ديركا وقواها وجواس الخلوة أحكامتك كدالة صاحة كميدان إنو قبضا يعد كوا ابترسطة إلا وام حارم تيسيه oo ku yaa isku nasab ka hayeen bay la xukumiyeen inuu meel kula gooni noqon karo wakadalka al mahramiyya mahramni ma ka dhalanayso de wala safri kara waxa ka dhalan adamu naqdi taharati bil lams gabadhan uu jisay hableheeda kuwa kala ka si farcama hadii uu taabto weysadi ka jabimayso waayo ninka iyo gabadha weysay iska jabiyay maxaa shardi u ahayd inay yihiin ajnabiyeen كوانينا محرم بيسوين واحد محرم سوق نقدين بالرضاع نقوم ذا محرم سوق نقدين وكذلك إيجاب غرم المهر فيما لو أرضعت الكبرى والصغرى وحيا واكد شوحة كم إذا إن ننك مهركي لو مقنبه ولا بدو مرولي مديرو ولي لبصن آني ودمان أيا لو مهريو لغولي نمتاير واكسيي كوما هي انا وانا قبلين سكسو انت كوسو كوريسو لبا سنه ولي مي غاروا سنه تيرت سالان سلامتي وينيد با هناستيو تيري سيداد او خارانتي ميسا تير نوچي وين نوچس ان انت يرد مخاي نوقتي حاسكي سمرك هوراي ان انتي سي ابو او نوقدي رضاع سلامتي سينا مخاي نوقتي يدونا سدو هدي بين نوقتي سوما labadii way ka furmeen laakiin tayir meherkeedu waxa uu magdhabaysay taweyn leeyada kaga ciyaartay Soomaa inan tayire odaygaad ka qaribtay inantiisi aad ka dhigtay meherkeedu bixi baa la oranayaa hadii meherkeedu markaa uu magacawna nisful meher baa yeelanaysa Soomaa kalabad kalabadki islaanta weynahay inasti baa laga qaadaya inan tayir nuujise ka xumeysay waxa loo yaqaan radaa كما دارشو ولاية النكاح ونكو قبل ولي وما نقون كرو قرابة نما رضاعة كدالاتي ساسو كلا كما دالاتي وجوب النفقة وإسلام تا حق الرضاعة هو يدا أغاء بيل كيد واجب كماها حكام تاسيو ولاية في النكاح إيو النفقة إيو حيبانو عاسيه كدال إياه الإرث دحل ليس كمانا دحل إيو
ودخلك اسبابتي الرضاع وكميد معها ونصب نكاح يا ولايه صدح راس الصابعه صدح لي منا ما الرضاع وكبحسي. فصل في النفقات. فصل كان وحو كسب سن هي مصروفك يا احكامتك لا لحريده اي كسب سن النفقه ماخوذه من الانفاق والاخراج بحين بيكتمي نفقه وحا لوغه جيدا وخي لا عنيه وخي لا غشنيه يي هويغي لا غليي با لوغه جيدا ومرينك يي مصروفك يي مسكنك هويغي لا غلاي. اسباب وجوب النفقه وثلاثه. صدح الريموت متكود با قفكه كو واجبيه قفكه انه مصروف. الاول هو القرابه وقرابة نمو قرابة لماذا واجب سا نفقة أما مصروفنا والقرابة البعضية وقرابة كتمي إنه قفكني قفكن كسو تشيدو وقرابة ولدك يا والدك ولا حيصون قرابة نما كلام مصروفكم واجبه والدك مصروفك ولا كواجبه يا ولدك أنا مصروف كيسا كواجبه والقرابة البعضية ما لنا قرابة مصروف كواجب يسا سببت لبدوا ملك اليمين إن هذا عدو قول الله إنه الله وعدوان كي الله هيد حوليها الله هيد مصروف كواجب كواجب يسا سببت صدحاتنا وأزوجية أو وحاس نمو وننك حاس كيسا قبل ديسا قبل دعونا حدا وقبو وحا كواجب يسا نفقد هذا مصروف كذا كواجب يسا واي وحير نفقة الأهل قرابة نفقة واجبة وامد واجبتي للوالدين اللي بدوا والد للوالدين ده قوة واحدة لي يوال مولودين قوة لي وإن جينا دي نفقة أو مصروف ك قرابة سبتي دو واجبة وحوكو واجبة ياون القرابة البعضية القرابة البعضية أما سيكلا دي لو دغه خولن waxaa loo dhan kara إنما تجب بقرابة الأصول والفروع عندي أصل يا فرع صح والدي ولدك فتجب للوالد على الولد عندي ادي كا فرعان توس اد دشاي أما سيكلا كاغه فرعانو أولادودو أولادادو اي سي دلن هوس با ودادعان صروف كودو كو واجبيه أنا عيد كلاود ده واجب كاكا حكتا داني تشيرين بالو تشيدا العروت ده ووغو وطيها دو أبهود تشوغو إساقا كاكا حكي إساقا لغا رباي عيد دي أدكو أبتر ستاي والده هو إيا أبكو دونا يبا نغضو وإن على كرباهو كحيه إساقا نفقدي سواجب بيكوط نفقدت العمودين بملا نسخ غير كود قرآن ها قرآن خالد وكيناس يا العمودين والأصول والفروع وحكلامها والله بدأ تير عمودين محلو يري وحلو يري الأصول والفروع تشبيها بعمودي الخيمة لبدأ تير تاندادو ويكو تاغنتا يبقى لقوش الباعي في الاعتماد حق عسك الشدة مركا قرابة نمادو أصلها لبدأ سيع عسكتها والد نمو إيو والد نمو لبدأ ساتير روح كان فقط العمودي وأنا فقط الأصولي والفروع نفقة الوالدين ونفقة المولودين واسكمت وهي هي اولاد النفقه ودا ما مصروف كود انه والدك كو واجبي ادي لا بدن با تسريسا دلا سو حكم اذا قول الله تعالى وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف كلو ضلاي وحا لو ليهي مصروف كود يا مرين كود سعرفه كان صنيع فإن رضعنا لكم فآتوهن أجورهن وكيري لهي ديدين وشيان شقايدو دي السيع ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نبي قمركين نكور الدينار بانا ينفقوا على نفسي كمولي وعند أوه الرئيسي مصروف كيدو كبوها تشبوايو نفط هذا ابدأ بنفسك ثم بمن تعول دينار بانا إذا صوم هارت نفط هذا كبلو ويمي قد صالحا واحد إذا صوح أدوغنا تكون أولان كرتو حاسكاغي بالكم جوقت والدكاغي با جوقا عرورتادي با جوقا
midun baa ku noolaan kara haduu mid cuno inta kale waxba uga soo dhimayna way dhimanayaan naftaada ku bilow buuri nebigu calayhi salaatu wasalam inta kale iskaba dhintaan hadday doonayaan waayo naftaada cid kaa xigtaa ma jirto laa waalid walaa walad naftaada cid kuugu xigta فقال معي آخر ومد كلان هيا أبو ريان سيا فقال أنفقوا على ولدك والدك يا ولدك كيبا هرية ولدك هرية أولاد هذا السيب للنبي عليه الصلاة والسلام والدك أنا مصروف كود إنه كوها تشيب يا أولاد هذا وحاو الدليلة الدليلة هذا أمر يسبر الوالدين وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياهم بالوالدين إحسانا والدك أيو قاتشون يوح عنان هيسان أدنى هذا وحو هليسو إن هذا وحسين ويدا ما إحسان مصمى فلبا يرغم في عن وما يع ووصينا الإنسان بوالدي حسنة وصاحبهما في الدنيا معروف الدنيا أنت تشوكتان آخر وحبا ليسو قطري ما يه سيف عن الله رغم بول إلهي سبحانه وتعالى ولا تكون هو هيبو إلهي أسيي والدك ورسول كل حد أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه إنكم وحنا وحوفي عن وحو الطبع ضي ولد كيس نتعب كيس كمدي هذا بوح وح شيء جيا لبضع صو أصلك يا فرع والدك يا أولاد شروط دمرك الله لا يواجب يسوع نفقد المصروف كود فأما الوالدان لبده والد ميا فتجب واجب يسوع نفقتهم بشرطين بيكون واجب يسوع لو شرط دمرك الله شرط يا كواد والفقر وباهي ووحو كاغا مارمينانو حيسان إيه والزمانتو إيه إنو يقف امتحامانو داعاها يكون عضي يعني عيب خلقية لنان حق أبوركا وطالان دي وعريان واندلا يهي يعني وحو لا يهي إين آنو كشقيسان كارين وحنوصان يا وحايا حنونا لقبوكسان فقد يسا واجبك وحالة داس لبدا سيادي سرعا الفقر والزمان أو الفقر والجنون أما وحاي سرعا فقر إيو يوالبا سرعا منك فقر يساقوا شرد أساسي والد كادان فقير هاي أو سكوف لي هاي بيلكيس واجبك وما هذا واحد يراد أقدرته واسم فل إيو وناك بر الوالدين بكمتل لكي واجبك وما واي هدي وحبان وهايستن لكن وطبعده او لا صبح وحي وكو نولان لها او والكور استاغيس ايو ان ان حق ابورك او نقونيسو كور استاغيس حنوني وحاس انو جيرينو وطبعده او لا صبح وحي وكو نولان لها مرينكي سي مصروفكي سي مسكنكي هويغيس مركان واجبك وما لا تجب عليك وحك له الشرط يسار الولد غور ما يكون واجبسا علمه ان والدك مصروفه مركا والدك شروط دا لا شيغه لا هلو اسغونه و يحيى مد مال هيستا كان دانو اسغوا وخبا هين لا يكلف الله نفسا الا وسعها ترى و هو و اسغا ان كفلان والدك إنه سيا واجبك وما هو سين كره لك واجبك وما حاسك سي هي عرورتي سي وحما ما دايرة واجبك وما إنه والدك سي لا شيء عليه سقاب معصي ربا طيب والدك هادو شقي سين كره لكن مركانو شقهين ما إلمي سي واجبك وتاينو مصروفة مصروفة لورنا يا شقتك لا يكلف بالكسب شقتك الاورن مايو ردانو الشقه مكانو حينن و خو كولا صبح وهي تاسي كميد ماها احسانك الهي وامري يبر الوالدين كي تاسي كميد ماها و خو يري واما المولودون كولا دلميا فتجب واجب سنفقته مصروف كود بشروط بي كواجبس كولا دلي الفقر شروط ضاح وقول رأي فقري معنا مال إيه كسب منا ما ملها هدوك يري حول اللي هي حالة بحر الشيء والد كونه مصروفك واتشي ميس حولي ساسو كسنكرا ورعد ما
هدي أنا حول الله هين لكن وكسبان كره ومد وين وح طبعا كره وياهنا والد كوه حوران كره محاي كادول لقيت دور هذا شغتك وحلا صباح تتكينا وذواوين بوالد كي مود يعني وين مصروف كله هو يا نص عام نسي قدني مع ماذا قدم ولا ما واتكت بيونه وردت طبعا كرتون شقيسن كرتين والد كا وطقان قاعدينا وحنا كسينا يا واسك الحصان همودي ولينا حقوق واجبة كل هذا أستاذ ولي ما أقول درس ما بليبي مصروف كاجا ولا إسكو استشيخ خو قد هذه قراءة هذه عشرة هذه أيها بالحصان أبا أنا ما بلي أحمد رادي نسي نبى الشريك ساعة شيء به قال هذا الحياة قلوا شيء يوحى لمركو حوالي ده إنهم كم تذكره أيوة أبوه يرى شو حاجة نك سواء يا جا وحاسوا مع سواء عركي حقنا وقوي حقنا وبري وقلبات درباح وده ترى لبده عنده كل مفتوح هذا حامي قدر القبر السادة على ورده شقت هذا قدر القبر الساري ما رددوا حكى لك جرتي ورده شقت تجوا حلا صوب معاري كادر اللي جنوي بضغط الصغر بقى يستجون الشردة وفقير بقى النقدية هدو وين يهي والد كواتب كما مصروف كيسو وايو وحبو كسبن كرا او الفقر والزمانه اما وابا وين هي وحي سوو درسن فقر يو يا دنان انو كلا ديمن يو صالو والان يحي والد واي سو سوتابه يعني وا عريان وين دلا يحي هبو وين هذا والد كو واجب كو انو مصروف وهي حلو ما سو بخي كرو او الفقر والجنون اما وحي سوو درسن فقر يوالي مركان هبه ويناده به والدك محواجب كوا انه مصروف يقف والاني وحو ما طبعا كرو وما كسبن كرو وحا كلو شرط يدي يسار الوالدين ويني والدك غورمي واجب كو تاينو يلبيس مصروف كير فقير كا اما كوينه والان اما حق ابورك كلا ديمن هادو حيستو وفا وحبا هيسن ومعسره وحبا واجب كما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كاسوان فقدي مركا مصروف كي لبدا أصل أصل كي يفرع عنو تشيدا لبدا عمود لبدا تير قرابدا هل كان نوحو كبلابا يا صابتي لبدا واجبين يسا مصروف كو ملك اليمين إنو قفك اللي هي قفكا أما نفكا حولها ونفقة الرقيق بويري أدومها مصروف كودو إيا والبهائم حوله ما يرانك واجبة وامد واجبتي بقدر الكفاية كفاية قدر كيد يضاءه يعني وحي كفلا ينبى واجبة الضوامي وح كفلا إلا سيه بهايمتين وح كفلا إلا سيه ولا يكلف لادر ما من العمل عمل عمل حقي لقو كلف ما ولا يكلف لقو كلف من العمل عمل حقي ما لا يطيق حان أودي وأضون كي شقان وقوان كرين ومشقية عليسي كذيت كوا قبل أوران ماي وين وقته ونستل سي وقت يد قبل وقدرنا نشير وقت يد كل الكدرنا نشير وين شقده لا قد هاي شقده وين يتميد وقوان كرم هذا كتن رون تهاي سيد النبي عليه الصلاة والسلام يرفع عينه وين لا عاوي الله كالمي حولي هنا وكهد للدون ناي وسيدا سوكله كسبت الله بعد النفقة واتي ملك اليمين أفكوا أدون ليهاي أما أدون وليهاي وحواتب كوين ومصروف وقود كيو كنو لاني إيدام كيو وحي لورن تيري مرين كي در كيو ماشي وقالي لاهو يقيا وحاسو لن استقال غرار مرا دو أدون كي سيهاي هو ينادو هاي يرادو هان نقضو ميد أدون نميس لما استرانتهاي ميدو قدال كحوريا نقضو مدبر كاليرا هبد قابو إن هلا هذا هاي ندقبه هاي ندلا هذا ويا سبب تواجبين إسا مصروف وملك اليمين وإنه ليه نبي يقول للمملوك طعامه وكسوته الضوان كوحو حق ولا يا سيد كيس حق وقول لي راشين كيسة هي مرين كيس يعني در كيس كمية وحاس ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق شقادنا انتو أودا إن كبد الله مدريه مسلم باوري
نبي يقول كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملكه قوته قفك واحد دنبي وقف لان دانو دنبي كلب الصمين عدة أولية هي الدون إيا حوله إنه قوتك كحده وده وقاتشي سيو الدون كو حصو شقية سيد كيسالة صامة ووكينية تمر كواين وحي أباهنا ريساقو بحية طالع العلم واسكوافقين waxa marka iyaguna la mid ah doomiya albahaayim xoolahi islaamku xuquuqda xoolaha aad iyo aad buu ilaaliyay ma haystay dadku maanta wax haystaan inaanu islaamku xuquuqda noolayaasha ilaalin ee ay tahay arin ay gaalada u dheereeyeen la shaka maanta casrigan ay ku noolahay marka la eego inay gaaladu aad u ilaaliyaan aan xaqqa xayawaanku u leeyahay ayaha noqdo bisada noqdo shimbiraha noqdo xayawaan kala noqdo waana qiso la yaab labu sheegay sheekhul albani kitabkiisa silsilatu alhadid sahih jilad koobaad xadiitha oo horeeyso dhab waxay ku saabsan tahay nabigeenu calayhi salatu wasalam sidoo u dhiri galiyay ilaalinta xuquuqda xayawaanka marka wuxuu keenaya qiso la yaab la wuxuu oranaya faransiiska waxa ka dhacday meel ahayd kaalin tareen كالمها ترين هذا محطات القطار أيال الدواني إلا الدمية أو متكل لقو بدلو لكن شو شنبيرات دقي أو هو يكنكتي مركب واحد مرة ده شنبيروه الدقين هدي إلا الدمية شنبيراه هو يقود يبقى لقى بربورية حق وده مالك قدعه شنبيراه أو قد بقى لود ده يبول متكلو عصمنا والا دي سيتي هوراني يالو قد تقي يدول كيدي بقى شنبيراه markaas uu sheekhu xadiitha keenaya tilmaamaysa islaamku siduu ilaaliyay xuquuqda xayawaanka soo oranaya arintaasi inaga uga horeynay diinteena ayaana ka qaateen laakiin xuquuqda xayawaanku inaga agteena way ku dayacantay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi taqullaha fi hadihi albahaaim xoolahan iyo mayeedhaankan ilaahay kaga baqa wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi hadihi albahaaim almucjama xayawaankan mayeedhaanka ah إن هاد الله هين الدا باهدي سان شيغان كراهين يا عبا شديس فركبوها صالح مركا إذن قادي كرتف فولا أمر هرتا وكلوها صالح عنا يدو هاقاكسن وبمعنى سي هاقاكسن وقورعا نبيقو عليه الصلاة والسلام هذا الكامر كو روحو عركي نيف جيلا ودبر كيسا يبقي سويس كو دقين قاچا أو جيت رسول بهايم تاني ما يران كان إلهي كبق وحكى له أبو هريرة رسول كوكوري أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه قبر كم إذا الدمر كي حمحما زيني سنتيري ومديه ركم إذا يا وحي ركتبور رسول كو أي مالين آدو كلل عيل كو ريقيا سوى عرب كسوى صاريها الراد أوي أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها واحد بيوصى قادي خوف كيدي انت عالي كل هذا خوف كيدي صور دامسي هي أيجي ورابس فغفر لها رسولك عليه الصلاة والسلام يحرق قبرنا زندة دم بقاوي سمين كرتين أيجي ورابس سبا إيه لو قدام الدافع حديث كان مسلم باوري إنك ما أنت مقالة أي انتلك بتشكتر حي عبان طلو أي داس أسكك يبو الله عدها يهدو إلهي الرواب أشرو وحياي كهلان عد الله للدولة يدد وين عد وراء بستامة جكتو وحلا قايا وقار فربضان إني حنونا أدنتين هاي كقادين أسكك قايا عبيان أما هراد بأينا أدنتين سلام كنو أركز السيد أدي رقليي وراء بنتو ده أبو هريرة وحك لو للرسول كوحر إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض هداد سفرتان وقت قبر واقضة قيلة يا أورتا إذن رني هودين أون ديفت إذا كسي أو يعني وحا عناني أو قلادة دي مرقى قاركو الدتشي والداتشي وإذا سافرتم في السنة داد سفرتان وقت قبارتنا فأسرعوا عليها السير دي الدتشي بولو دي أبارت هرو دافيع إلا حولها سيقاليان ما لا يحكى عنان
إسلام كوحو ديدي إن لا حرو حيوانك قفك حيوانك لو حواجب كوة حدو ميالكو حرين يا مو كحريو بيه إيه باد وحقو باهنا ينصيه تسواجب كوة حدي كلانا وينو سي دايو سي نفك حولاي أما حيوان كاسي بصدبا هذا وحقو نسي وراتسو ولي بدي واحد وحقو نو هليو ilaa dulka iyo abaaro wuxuu ka gooyaabaan u jira haddii ku sii deeyso inaad xidhay ayun bay la mid tahay marka abaarta aday waajib kugu tahay xoolaha inaad wax siiso marka shilis yihiin soodigan qalaanaya soodigan iibinaya soodigan maalaya marka ay baahan yihiin baahidooda inaad ilowdo ma aan wanaagooda iyo manfaadooda inaad isticmaasho nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ruudibat imraatu fi hirra habasatha hatta maata دخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض قبر با وحي نار تكون قرشي بسط أي حدي مركا حدي بعد يبي وحي أباها نايد ما يسين ما نايد دين وما يسين دين هكذا بسط وطن حدي بسط دي هالكا سيكون دي متي قبر دا سينا بسط دا سيبت دي نار تكون قرشي نبي عليه الصلاة والسلام مركل وحو قال بير كم إذا بيره مدينة ترسولك عليه الصلاة والسلام وحو أركي أور فلما رأى النبي ذرفت عيناه حوله صي صومالد ورادان عقلي ملا لكن قراد بيلين حوي قرانيا أورك مرك النبي عليه الصلاة والسلام عندها كقاضي أي أوي المسيدة يا أورك وأوي أنا دي مال وحر وحرك سيج أوي قف كوف فرصة دوارك يا نبي قاوي يمي ومسى عليه فسكن نبي وقع عنده ساو مريو وصلاحي مرك أصو أورك آمصي نبي عليه الصلاة والسلام نينك يا أورك الله هاب ويا روح لمن رب هذا الجمل أورك يا إسكالي جاء فجاء فتن من الأنصار إن أندل يرى أنصار تكمي دبا يمين قال هو لي يا رسول الله أني قال أبو الرسول كلاه قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتق الله في هذه البهيمة ورمياد إلهي كقبق بغدد ما يرانك التي ملكك الله إياه ما يرانك إلهي وأذيك كسيه ملك قاق أقلي فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه أورك إلهي با سبحانه وتعالى رسولك فهم سيئي هذا الكيس أورك الرسولك عليه الصلاة والسلام سيدي قف وكل ودكت وحصارة وحور شاقة رسولك وحور حكاعو دي لبا الرموت إن تقاتي سيسو إيا إن تداليسو ودي وحكا علو سعاد صارتو أما بس إن دي وقت بضانات كشقيسو وقت ونستقي وقت ونائي أنا دو قد تقيم بو حبا أنا دو ريبين بي سيداسو إسلام كو إلالي حقوق دا حيوانك علماء دو وحي إلالي ينقفك حوالها ليه حدو حوليه سي وحبا سي وايو أما وداتي وايو حاكم كا كو خاص بيارين تانو عصور تاو دنبابي دولة دانا وحي واتب كوانا كو خاص باني نو حوليه سا وحسيه سيدا عرورتي سايو أدوميه سايين وحسيه لوغو خاص بيه سايش آت كأمهم كوحكم إذا فقهاء الإسلام أي كهذلان إذا كأين بدأنا وبها يستنبد دين دين تو إني كهذا الشيء نافك حولها إعانها لي أحكام بلي لو مد دين كرع عانه وإلا جاحيو عانه الجود دايا ما بنانا وأنا استمذهب كشافعية وياه ويا عانه ويدي بيان روح الدمر كايلمه ده دو تشقوايو عانو سي ودبان ايا نافك خولان عانو اي ودبيان markay noqoto li sida waxay leeyeen culimadu ma banaana neefki irmaana ee neef yar oo chaqayaana u jiray in caani laga wada maalo neefka yar ba caanaha marka koobaad xaq u leh wixii isaga ka soo hara ayuu baad ka maali kartaa waqtiyadan dambe ee aadka u badatay in laga ganacsado caanaha waxa dhacday in neefkii caani laga wada liso neefkii yar xubaan loogaga tagin ba
هذا لا يجوز. حتى وحي لين علمدو إن نفك إلا اللي سؤال ما على ما بنانا هدي اللي سدوا أي نبي سنفك ونفك إلا دمر والبعانا هكذا ما يسو أما أترى شن تربان لسيا تانا أي كذا لنا يسن نفك جبي جي سبا إنو دارو ونفك وباب أو متكو بنان ما ومالس أد مالس نفك كم اللي بكرتين يستحب أن لا يستقصي في الحلب بينا إن أنا عانا لجود اللسين أو وحبا أن لجا أن للريبين إن عانا لجود اللسين وحبا أن للريبين ولا جف في عين وين وحناف كلو الرهابه يدعو شيئا في الضرع وحكلا علمذا الشيء كان قف كناف كحولا لسه وين عديها إسك جره دين تاني السلام جاك حسنتي كنت بتفق يا حكمتي كنت على وضو عديا نادر له إن أناف كنا ساعه ترسي سما تنا عديه وحوينا تكون مده هذو ميا ضجرش إلا وحكته حتى واحد علمه الشجعان سكنا في حولنا إنه نقانة شنيدة ما لب بيس ما يسا ما لب كم حيوس ما يسا شنيدة ورد إلهي بكوي الهامية إنه قلنا إنه كوي انتفاعنا وترجع له لكن يدو مرق كواد محيوس ما يسا ناس إنه عنده ما بنا نبي عن علمه إلا جلا وضبحه وحبا إنه الريبين به شنيدة وين إلا يدا قط عرطي مدبس لين يسوي كدور سجيسي ما لب كميشة يقص ما يسا إنت لقى وضقاته حرام مرن اللغة تجمع بنانا وإن ملب كيدي أي سميسات وحكم إذا اللغة تجمع فصل في نفقة الزوجة فصل كانوا حكوسا بسيا هاي روح الدمر كا مصروف كيدي وصابتي صدحات كم إذا هاي أسبابتا مصروف كواتيبس والزوجية وحاسن مدي ونفقة الزوجة بوري حاسكي مصروف كيدو حاسكي الممكنتي هيد مدنين كما كان سيسمي نفسها نفتي دو قديبتي هده يسودي دو يدو عدور دار حسي ولا تاوان كرا يمد شرعي تولانو تشرين ناشي زي نقوني سايو مصروف كو يلان ميسو قوري قايس كبا دحجوك تبي هده قوري قاي كتك تو اي كبا حدو امر دي دو اي كو سميسارا واح مصروف كو يلان ميسو واي قران كاتو سيهي وعلى المولود لو رزقهن وكسوتهن رسولكم عليه الصلاة والسلام قبل أبو سفيان مركي يوصو عبتها يتريوانين بخيله أنيقا يعرور توح نغفي لنا مصيه يهدان حوليه سوحكا قاتان يردشي بسيبه يساقون أغين ميان كدن بابي رسولكم عليه الصلاة والسلام يحولي خذي من مالي ما يكفيك ولدك كقادو حوليه سوح أديقا إيو أوباد كاقا إذن كفي لن بالمعروف مركي عرفي غلا إيقو معنا مصروف كريرك إذن كوكلاء isagoo kala u siiyo xaq aad u leedin haduu idin si waayo salaan reerkaas oo kale ninka isagoo kala ay xaq dhaqaale marka la eego maalintii wuxuu siiyaa 100 kun isna 30 kun buu siiyo oo 30 ka biye biyeesta todobaad baa ku haray Soomaa marka curfiga la eego todobaanta ka isagoo ogeyn be jeebkiisa kala bixi karta way xadi karta way tuuga banaan odumarkii loo baneeyay xadiith kana bukhari muslim ayaa wariyay رسول كوحر ولهن عليكم رزقهن دمر كوحيد كله راشين كودي وكسوتهن مرين كودي بالمعروف سعرفه وكان صنع عرفه قار انت الله نغنيه انت إيه لك بك كل هذا عرفه قال له علني لكن ماذا كشافعية دو حلي وهي مصروف كقبر مقدرة ومتشان قوان قدر قوان بي لاذي وحير ديارات الله يسوق الدرية وهالكيسة لكن قدر قوان بي لاذي بيقول لي ماذا بكو والرقيبة كل الدوان وإذا كان هدوية الزوج إنكم موصرا من مع القبانة فمداني لبمد أيها قبل هو كبية لبمد يعني لبدا صعب لحد حادة لبدا شر للدري أيها لا نسى ومن غالب قوته ما لبدا ده سوى حسيدة غالب كاي قوتان ميكو كل بريس باو بدون صوما لبمد وبريس ويكو لده إيه ومن الأدم إيدام حقين وحوجا واتشبيه والكسوة هي حقين مصرو مرينك ونركية ما جرت به العادة يجا قدر له ميلي وعادته يكون دريرتي ودي عانى القدر صدوه ده عانى كو إيدام اللي هيد بيلاده هدي سوقة القصة ما يست القدر صدوه السوقة دي بيلانس وإن كان هدوه معسرا مد عيرا منكم أن ما لها يسان فمد باكو واجب يا هلمود
وما يأتدم به وحي إيدام كدكتان المعسرون كو عيداي ويكتسونه أي وما يكتسونه وحي هو أهان وحدان وتكتب تكتب طلابس أي رقم ده صمم مركا وحا لوغو جان غوينيا ددك عيداي وحي إيدام كدكتان dad ba laga yahay maali walba suuga hilib la inay cunaan laakiin kuwa caydh wax laga yahay iska cunaan baris cadba ama caano yar ku darsadaan ama saliid yar ku darsadaan ama dalac bilaash haga dharkana kuwa caydhi waxay xidhaan mar hadduu isagu caydh yahay ayuu baa xaq u yeelanaysa ragga tujaarta dumarkood waxay xidhaan oo kale ii xidhmo oran karto وإن كان هدوية متوسطة مد لحدحاد وما القبيلنا ماها معسر عيدنا ماها فمد ونصف حق الراشين كواحي كوية لانسا مد يبد قوت كهل كاسيدة غالب كالاق عنا ومن الأدم حق إيدام كي والكسوة هوغانا الوسط كد لحدحاد كما القبيلنا دو حدانا يلان ميسو كعيد حدانا يلان ميسي كود حياة يلانسا مركا يقول سيدنا يقدرين تقدير كوينو إيمان دوناي نفقة الزوجة وأنواع وحاوقوها الرياء الطعام كالراشينك لقد راشينك وصينا يا أي حق أولا يدي أواتشمي وغالب قوت البلد ساو الشاقي ساقوا فمداني من غالب قوتهما والراشين عن بلد كالاقع عنين ما وران كرتو أنا إيسو وارد وبلد هبل كاكينو كسو إيمي كودن كالاقع عنا أيون بي إن بي حق إيالا نسم waxaan u tilmaamay xagga raashinka marka la eego iyo iidaamka iyo arradbeelkaba inaan laga simahayn dumarkii oo xad go'aan oo dhamaantood ba ay leeyeen inaan jirin xaalka ninka ay ku xiran tahay oo way waa cuwad bay leeyeen oo dee istimtaac ku istimtaacay waxaan i bedelkay marka doontii iyo tii xorta ahayd iyo tii dimiyada ahayd gaalada ahayd waxa dhawe ka simayeen marka hadii uu yahay nin maal qabeena laba mud bay leedahay haduu mucsir yahay ila hal mud haduu dhaxdhaxaad yahay ila mud iyo nus marka arintan xaqay ka keenayn waxay leeyeen ragu harta inaanay sineen xaga biilka ku waajibay quraanka ba tusiye liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu allah ka ilaahay u ballaariyay xoolaha ilaahay u ballaariyay dadkiisa wax ka siiyo ka lagu cidhiidhiyeyna wuxuu ilaahay siiyay wax ka bixiyo dhiiq calay arintan wax ilaahayeen kafaarada loo qiyaas qaadanaya al kafara inuu xagga marka laga eego inuu ku waajibay xab raashin firiya rabbi harut wixii baladka laga cuno kafaarada waxa baas ku waajibay ان اهل العلم قاركود waxay leeyeen taqdiir kan daliil ma laha nabigu naxay salaatu wasalaam arinka wuxuu u celiyay urfiga marka urfiga lagu jaan goynayaayo ninka isagoo kala ah gabadha iyadoo kala ah waxa uu siiyo waqtiga la joogiyo meesha la joogo ayuu baa ninka ku waajibay wixii dheeraadka ay waa ihsaan iyo macruuf ee nafaqada gabadhu waa xaq u leedahay waxa kamida iidaamka iidaamka meesha laga isticmaalo wixii raashinka lagu iidaamto haddii saliid dadku ay ku darsadaan de saliid bay yeelanaysa haddii subag lagu darsado subag bay leedahay haddii caano lagu darsado haddii lagu darsado suugo taasay yeelanaysa waa kii curfiga loo celinaya waxaa kaloo ka mid ah nafaqada alikhdaam halkan aanu ku sheegin gabadhu haddii ay ahayd gabadh loo khidmeeyey gurigooda markay joogtay reerkood waxay lahaayeen shaqaale gurigeedu shaqo badanba kamay qaban jirin jeegada isaga jiifto mobilkeeda rogaysa internetkay ku jirtay ina noocaasa baad isku guursatay hadhow toole ma odhan kartid guriga ka shaqee adigu inanay waa inaad shaqaale u qabato adaa bad isku galeen ikhdaam bay xaq u yeelanaysa famalaa takhdimu nafsaha fi caadati albalad gabadha aan iyadu isu khidmeen mar ay gurigooda joogtay aan shaqaysan nin markuu guursado dee sidii loogu shaqayn jiray gurigana in loogu shaqeeyo weeye xaq bay taana u yeelanaysa waayo maxay ka mid tahay almucaashara bilmacruuf ilaahu wuxuu caashiruhunna bilmacruuf
waxaa kamid a nafaqada dumarka u waajiba alkiswa iyadana waa calaa qadar alkifaaya dumarka way kala duwan yihiin lama odhan karo intaasoo waaro bay leedahay mid baa dheer mid baa gaaban mid baa buuran oo toban waar u baahan mid baa dhuuban oo saddex waar ku filan yihiin waddamadii baa kala duwan dhar waddan baa kulul oo dhar kulaylka wax ka taraya looga baahan yahay waddan baa qabow ha waxaana loo celinaya arrintaa curfiga oo ninka isaga oo kala ah xagga haynta marka la eego gabadha iyadoo kala ah rabeelka uu siiya ayuunbay ku leedahay waxay dheeraadka ahi waa macruuf u sameeyey ha waxyaabaha gabadhu ay ku weydo masruufka waxaa ka mid a nushuus amardiida hadday samayso waxba ma laha waxaa kaloo ka mid a yaraanta oo way yar tahay oo gabadh markaa dee ninkii xaggii dumarnimo wax uga taraysa maaha isagiina wuu weyn yahay hadday labaduba yaryar yihiin de waa isku garab dhaceeno waa in xoolihiisa laga biiliyo inantaa yar ee la siiyey weli dee dumarnimona aan gaadhin laakiin hadduu isagu yar yahay oo ina yaroo laba jira ayaa ina labaatan jira la siiyey oo wax dhici karo shareecadu banaynayse waa way iska sugaysaa intuu usoo korayo de ninkeedu intuu usoo weynaanayo way iska sugaysaa masruufkii markaa way yeelanaysaa iyadu ila cilladu xaggeeda kama imane xaggiisay ka timi soo ma isagaa yar dee maanta kadaalika waxaa ka mid a waxyaabaha markaa nafaqada rida way badan yihiin laakiin inahaas ay nagu filan wayna casara buu ihi haddii uu mucsir ka noqdo yacna cajaza binafaqatiha biilkeedii buu bixin kari waayey waa caydhoo wax allaale iyo wuxuu siiyo ma hayo mariin iyo masruuf midnaba uma hayo falaha alfasku waxay xaq u yeelanaysaa inay ka xafasaso shaafici wuxuu ihi khiyaar bay yeelanaysaayo inay iska sabirto oo dee gaajadeeda ay iska dugsato iyo inay tira war meesha inagu kala kaxee labada iyadaa kala dooranaysa marka meesha inagu kala kaxee intay tidhaan la kala dhaqaaqi maaye waa inay xaakimka u tagta qaadiga ila waa arrin ijtihaad u baahan iyo in la eegiyo qiimeyne markaa isagu hadduu u arko inay gabadhani ku saxsan tahay markay leedahay ninkan kuma ag noolaan karo gaaja ay ugu agdishay iyo aradnaan iyo cagaag isagaa ka fasqinaya hadday iyadu iskaga sabraysana loo diidi maayo xadiid baa kusoo arooray lakiin xadiidku waa daciif laakiin waa saxaabaday ka sugnaatay si abu hurayra oo kale iyo ta kale waxay leeyihiin ceebihii la xidhiidhay xagga dhaqanka soo nikaaxa kumay faskin karaayn hadduu ciniin noqdo ama majbuub yahay dee labada teebaa daran inay istimtaacii weydo iyo waxay ku noolaatay inay weydo gaajaa u dhimato hadduu dharginayo walow xagga ninimo yaan waxba ugu filaane iyo haddii waxa weeyaan xagga uu ka xooggan yahay laakiin ay gaajo ugu ag dhimanaysa labada teebaa daran gaajadaa daran soo maa dayib marka haddii istimtaaci markay ka weydo loo baneeyo inay nikaaxi faskiso waxay ku noolaata markay ka weydo inay faskisaana kasii mudan iyaduna ha wuxuu yidhi wakadaa sidaasoo kale lahal fasku inay nikaaxi faskisaabaa u banaan in acsara bisadaaqi haddii uu meherkii bixin kari waayo qabla dukhuul laakiin intaanu la guri gelin ka hor oo mucajal buu ahaaba shardigaa wuxuu ahaa intaanu la guri gelin inuu meherka bixiyo shilin meherka uu ku bixiyaabuu waayo markaa way faskin kartaa nikaaxi waayo dee waa waxa meherku waa waxay xaq u leedahay waa xaqeedii weeye waa sida deyn baad ku leedahay qof qofkii mucsir buu noqday baycii waad faskin kartaa oo shaygaaga waad iska qaadan kartaa mar hadduu mucsir noqday tana waa sidii oo kale qabla dukhuuli maxaynu ka fahmaynaa wuu la guri galay oo uu dee xaasaystay meherkii buu bixin kari waayey ma faskin kartaa guurkii ma fasaqi kartaa maya ma fasaqi karto waayo dee meherku wuxuu muqaabil ah budcigeeda soo maa soo kan budcigii isticmaalay ba qayb buu manfacadeedii ka isticmaalay lamana qaybin kara dee
waata kale iyadaa ogolaatay isagoon meherkii bixin inuu la guuri galo marka horeba ogolaato raalli ku noqotay soo ma marka intaa dabeed nikaaxi ma fasqin karto meherkii uu bixin kari waaye waxay ku fasqin kartaa ku fasqi kartaa nikaaxa haddii uu bixin kari waaye qabla adukhuul inta aanu la guri gelin wallahu aclam waxka billaahi tawfiiq sababka yarna iska raacina fududiye فصل في الحضانة فصل كان يحكو سابسن يا حضانة الحضانة من الحضن بي كتم يو قش عواي وهو يدو إلمها يعني قش يد أي قليسة وحفظ من لا يستقل بأمر نفسي بحضانة اللي وقت يده إلى لنت لا إلى لنا يو كان مضح بنانان كرين والله إلى لنا عما يوذي وحدي بيوردن لعدم التمييز إنا نحبك لقرانا هين أوجد كطفل ومجنون سيدا إنو يهي المير oon isagu kelidi ismaamuli karin oo cunistii iyo cabistii iyo isnadiifintii iyo waxaan isugu filayn ama inuu yahay qof waalan oo da ahaan haba weynaadaba laakiin da caqligu ka maqayi markaa qofkaa yar een isku filayn iyo qofkaa weyne waalan een isku filayn in masaalixdoodii loo ilaaliyo wixii dhibeena laga ilaaliyo taasaa xadaano la yidhahda xadaanadu waa taas wuxuu ihi waidaa faaraqa haddii uu furo arrajulu ninkii zawjatu xaaskiisi hadday kala tagaan walow waxaa low isaga u sugnaaday minaa xaggeeda uga sugnaaday waladun ilmo ninkiiyo gabadhii baa kala tegay kala tagu noocu doonay baa noqday iyagoo caruur isu leh caruurtaasi yaa xaq u leh xanaanayntooda fahiya iyadaa xaqu u xaq leh bixadaanatihi ilmaha xanaanayntiisa ilaa sabci siniin ilaa toddoba jir u gaadhayo waa siduu xukumay nebigu gabadhii usoo cabatee tidhi ilmaan calooshaan ku siday naaskaygaan siiyey dhabtaydaa hooy u ahayd aabbihii baa ifuray inuu iga qaatu doonaya rasuulku muxuu yidhi anti axaqu bihi maa lam tankixi abu daawuud baa wariyey adaa u xaq leh inaad haysato ilaa goorma inta aanad guursan mar haddaad nin kale guursato de waad shaqo tagtay waad danaysatay ilmuhu nin kale agtiisa ku dayaci maayo dee markaa aabbihiibaa xaq u yeelanaya iyo ciddii kale xanaanada xaq u leh toddoba jirka waxaa looga jeedaa tamyiis baa looga jeedaa almadaar waa cala tamyiis hadduu toddoba jir gaadho laakiin weli aanu garaadsan hooyadii unbaa haynaysa uma intaa dabeed markuu garaadsado ilmihii yaraa labadiisa waalid ay kala tageen yukhayar waxaa la kala dooransiinaya bayna abawayhi labadiisa waalid oo labadii waalid baa halkaa la soo fadhiisinayaa markuu garaadsado weli waa inuu yahay mid wax kala sooci kara oo labada ka u roon garan kara ee dantiisu ay ku jirto markaasaa la odhanayaa kaasi waa aabbaha taasina waa hooyada kaa doonaysa raac ka u raaca baa gacanta qabsanaya uma intaa dabe yukhayar waxaa la kala dooransiinaya bayna abawi labadiisa waalid fa ayahumaa kooda ikhtaara uu doorto ayaa sulima ileyhi loo dhiibayaa wa siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yeelay oo nin iyo xaaskiisii oo ilma isku qabsaday garaadsaday kala doore buu yidhi detina hooyadii buu doortay oo la dhaqaaqday xadiid kale abu daawuud baa wariyey wuxuu ihi wa sharaa'itu alxadaanati markaa cidda u xaqli waayo waa hooyada yaa ku soo xiga hooyadeed dumarkii kale ee ay dee qaraabada ahaayeen salaanin ilmaha habaryartii oo kale hooyada ayeydii baa ku xigta habaryartii saa usii soco kuwaasi haddii ay meesha ka baxaan aabbihii baa ku xigaya aabbaan ayaa ku xigaya hooyadii xaggana saa uga sii soco dumarkii qaraabada aabbaha ahaa xaggan ka soo jeeday marka qaraabada aabbaha iyo qaraabada hooyada tebaa horeynaysa qaraabada hooyada horeynaysa washaraa'id alxadaanati xanaanaynta shuruuddeedu sabcatu waa toddoba oo qofka ilmo yar mas-uul ka noqonaya xanaanaynaya toddoba shardi baa laga rabaa alawalu alcaqlu waa miirqab qofka waalan hooyadii ha noqda ama aabbii ha noqdee waxama xanaanayn karo waayo xadaanada waa nooc min alwilaaya nooc mas-uuliyada baa ku jirta qofka waalan naftiisaanu mas-uul ka ahayn cid kala daayay walxuriyatu iyo xornimo oo qof addooni ma qaadi kara mas-uuliyadda qof yar ama qof waalan oo isagaaba mas-uul laga yahay ta kalena wuxuu ku mashquulsan yahay ciduu addoonka u yahay u khidmayntooda wadiinu iyo diinta waa inuu muslim yahay
هدو إلما يري مسلم يا ولبدي سوالين مدبا مسلمة كي كلنا وقال كه قال كي ما حنانين كرو والله حضارة الكافرين على مسلمين وينو تربية ذي بار الربع كده هانو وكوريو عقلي هاني الدين هاني دقن هانو تربية ذي ركع قال هدو يد واحد ذكرت إلما يراين وقال لي ما ضبره وده إلما يرا قال ونقضه ويارن كشنات العفة توي جوا كافرات وكافرات صوما ودورسوني يا امانو وقفكو هدو فاسق يا هي المير يقف والنتون مسؤول كما نكون كرو وي لوما امني كرو مسؤوليته وخيامين كرا لكن عدالته ظاهر كيدوشا كم وقتا اي اي نوغو فيلان او خبا غنتيس اي لا غاده لا اسكو ديماي ولا امانه تباشر ضيا وقفكو وينو يا هي قف امن وينو يا هي وهذه خيانة لغو أوقي هاي ده إلماها يروا خيامين كرا وعلى عكرتين حق يسيك سوبيح هواي والخلوبة شرد يمرناشا من زوجين هو يدي وعين الزوج كمرانتي وهذه اللي قرصدوك قبضي إلماها يدي يرى حنانين إسي حنانين تيوي كبو ريسا حتى هدو نين كل يوان عقولة إسكا سوقادو ولغو وريتشين إياه دومر كي كلا وغو سوى دوابة لغو وريتشين إياه وأني كاسة كذا مشغولة سامعكت قل بيني كيس كلا جل سالمي يراني كليدي بيقول سعينس إنك فوقي بورن يا دود دارو المي يراني ضيع مية والإقامة تبع شرطية نجي وهدي وصفرة متكود الماء ير لما صفر كرو كان صفر هينا ماشي قصوا حرية كاسة حق ويا لنا ينتو صان وقانين وصيحيو ويا صفر كديها لس بدن بولي فإن اختل هدول لما شرط شردي كم إذا تضبط على شردي سقطت حضانة دي ويكدأ ويدعسها وقفك حق الله ويا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.